شكركم بزاف وضاعوا فرصكم. تحيه لوالي ديال جهه الفاس الكناس جا متاخر. الناس يعجبونا غير بالاضواء، اضواء خضر زرق احمر، ما كاينش شي تدخل. صفه عامه ديال هاد الناس فهمتي، هادو كل شي واحد حط شي قراره يدي ويدي. كانت هنايا الوقايه المدنيه داخل المدينه العاصمه كانت تاثر الله بعد كل شي 5 يوم. الحريق انشب حوالي الساعه 6:15 بالضبط، انشب اثر اسلاك متلاشيه اللي قامت فوق الخشب ديال الماموني ديال الصيف حي الصيف بالضبط، واللي انشبات 36 دكان اللي في هذه اللحظه هذه اللي تم التدمير ديالها نهائي. باش حنا اليوم نكون واقف هنايا كل حاضر قوه في هذا الحريق اللي كان اكتشف الشباب ديال الحي، ونشوف شي حاجه بحال هكا ونتطوع فيها، فغادي ما نكونش عندي روح الوطنيه، ما نكونش بزاف ديال الحوايج. السبب شي واحد ما عارفه، كما كنقولوا انه الاسباب مختلفه واراء متعدده، يعني اللي جيت تزوجي غيقول لك شقه كنفتح كنفتح في الران، ولكن اللي عنده يعني الوثوق ديال هادشي كامل حتى واحد ما عنده. حيت كنا دايزين كنا بحالي بحال الناس، بشويش كتشوف العاديه بصح ويجي كيقول لك عندك بالك شنو واقع، حتى واحد ما عارف شنو واقع. حيت كتخرف تطبق انك تطفي العافيه، هاد الطل هاد شي حاجه يعني غادي تجري، ما يمكنش تستنى الوقايه المدنيه على ما تجي. حيت كما قالوا هما الافواه ديالهم ان كان لومبودياج كان بزاف ديال الحويجات، يعني ما قدروش انهم يوصلوا في الوقت اللي هو خاصو يوصلوا به. ساعه ونص اولا ساعه ديال الغوطه غما بزاف، ولكن ما غاتقدرش تلومهم حيت يعني عندهم لاجيستيف ديالهم. الحمد لله ان كانوا الشباب ديال الحي، كانوا ناس متطوعين، كانوا بزاف ديال الحويجات. هذا هو المضمون في الناس كاملين. شكرا خاص لكاع الناس اللي ساهمت، الله يعوض الناس اللي ضاعت على فرصها باش تم دايز وتشوف عافيه. شويش تلقاها اندلعت بواحد الطريقه اللي هي غريبه، شويش تسمع واحد تيقول لك ولادي في الدار ولا كيقول لك رزقي هذا، تشوف الناس كيبكيو في بلدك، ما غاتقدرش تسكت، ما غاتقدرش تبقى واقف، كتشوف راسك انك تدخل في الصباق باش انك تمشي ترمي براسك في العافيه ولا ترمي شي حويجات، يعني في سبيل ذاك الوليدات كتسمع انا وليدات صغيورين في الدار، ولا كتسمع واحد خلى ولده في محاله، ولا بزاف الحوايج. الحمد لله ان ما كانتش خسائر بشريه، خسائر ماديه يعوضها الله، هذا هو اللي كاين. انا في الخلعه خرج نتلاقى راسي من المدرسه، كانت مازال ما شعلتش بزاف، كتشعل وانا تما سنتي. نعم. خرج نجيب البنيه من المدرسه وخلعوها عليها، قلت له انت خرجت من وراها، انا راني مسكين ولدك راني كانت عاد شاخده هنا ولا خرجت، شفتها من الاول، ما يخرج العقل على خير. ديما كيجيو متاخرين، وهذا راه والله العظيم ما خصهم يشوفوا هذا الخطا، كيجيو شويه معطلين. وزائد حنايا كيقولنا قبيله في الموضوع ديالي الخشب رقيق والعافيه ضربوها من واحد الجهه وحده وهي انتشرت، وهذا الشيء ما كان توصلت الحمد لله للنص. راه حنايا دخلنا فئه ولاد الحي، درنا المبادره ديالنا باش نعاونوا الناس كاملين، تعاوننا ودرنا المجهود ديالنا الكامل باش ما تزيدش. اللهم انا ضمن باش حنا قسمت المكانه، عيطنا للبومبيه ساعه ونص باش هي انتشرت في ربع ساعه هاد المكانه، وبقات غير هاد المكانه ربع ساعه البومبيه اخويا، يعني من الاول ديجا كمواطنين والله من هذا منكر الشريف، باش بانها عافيه صغيره حتى ولات عافيه كبيره. ساعه المكانه اخويا، هاد المكانه تنستناو البومبيه باش تهبط اخويا، تنتحرقوا حنا كاملين وحنا جات فينا اخويا الله ياخذ الحق. ديجا من الاول كان جاو خدموا من جوج جهات، كان راه ما توصلش لهاد البلاصه، هما بقاو تابعين بقلب واحد والعافيه كتزيد. هنا خصهم ياخذوا درس ويعرفوا بانهم ما عندهمش بروغرام سيرفيس ترافاي، خصهم يكونوا بروغرام سيرفيس ترافاي وميرسي بوكو بوغ بوبليك اللي عندنا هنايا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.